كشفت تقارير صحفية ألمانية أن نادي مانشستر يونايتد حسم بنجاح صفقة التعاقد مع جادون سانشو لاعب فريق بروسيا دورتموند، وقاتل مانشستر يونايتد بقوة من أجل الظفر بخدمات اللاعب الإنجليزي في الصيف الماضي ولكن دون جدوى. وجدد مانشستر يونايتد اهتمامه بضم سانشو هذا الصيف، حيث دخل في مفاوضات جديدة مع دورتموند في الفترة الماضية. صحيفة بيلد الألمانية أكدت أن الناديين قد أغلقا صفقة جادون سانشو بنجاح، وأوضحت أن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق نهائي مع بورسيا دورتموند حول الرسوم المالية لتلك الصفقة، وأفادت أن قيمة الصفقة ستبلغ 85 مليون يورو، وربما تصل مع المكافآت والإضافات إلى 95 مليون يورو. وأشارت إلى أنه يتبقى فقط توقيع العقود حتى تأخذ الصفقة الطابع الرسمي. ووفقا للصحيفة الشهيرة، فإن ذلك الأمر قد ينتهي غدا الخميس.